بص يا اولاد، احنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضوان الله عليهم ان هم لما يدخلوا السوق يقولوا دعاء. الدعاء ده بيدينا مليون حسنة، بيدينا مليون حسنة، وربنا يغفر لنا بسبب الدعاء ده مليون خطيئة او مليون سيئة، وربنا سبحانه وتعالى يرفعنا بالدعاء ده ايه، او بالذكر ده يرفعنا مليون درجة. النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الدعاء تاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الدعاء ده يا أولاد احنا لو قلناه ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ألف ألف حسنة، يعني مليون حسنة، ألف في ألف، وربنا سبحانه وتعالى يحط عنا ألف ألف سيئة، يعني ربنا يغفر لنا مليون سيئة زي ما قلنا ألف في ألف، وربنا سبحانه وتعالى يرفعنا ألف ألف درجة، يعني مليون درجة إن شاء الله. الدعاء ده نقوله واحنا داخلين السوق بس؟ لا، احنا ممكن نقول الدعاء ده واحنا رايحين اي محل عادي، يعني انا رايح اشتري مثلا شوكولاته، او رايح اشتري مثلا حاجه من اي محل، هو المحل ده يعتبر سوق، فاحنا بنقول لما ندخل المحل، اي محل ندخله نقول فيه ايه؟ هذا الدعاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل السوق كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. دعاء ده عظيم. طيب احنا دلوقتي زي ما قلت لكم يا اولاد، ان احنا لما هنيجي ندخل السوق او اي سوبر ماركت او اي مول او اي محل ايا كان، بندخل بنقول الدعاء ده اكننا داخلين سوق بالظبط، وبناخد الثواب. الثواب قلنا مليون حسنة، ربنا يغفر لنا مليون سيئة، ربنا يرفعنا مليون درجة. بس في لحظة، في أقل من دقيقة، كسبنا مليون حسنة، ربنا غفر لنا مليون سيئة، ربنا رفعنا مليون درجة. ودي من أجمل الحاجات اللي بتعلمنا إن الذكر من أعظم العبادات وأفضل العبادات على الإطلاق. تمام؟